لكن المسؤولية أقول مع يعني أننا نطالب بالمزيد من الدعم للجبهات بالأموال وبالسلاح وبكل ما يلزم، لأن هذا هو باب الجهاد الآن مفتوح. ومع ذلك فإننا نحمل المسؤولية المسؤولين الذين حولت لهم أموال وأعطي لهم إذن بالصرف. من العائق دون ذلك؟ هل هم المسؤولون في الحكومة؟ هل هي لجنة الأزمة؟ هل هو مصرف ليبيا؟ نحن لا ندري، لكن كل واحد هو مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا التأخير، لأن هذا ما يترتب عليه من معاناة ومن ظلم ومن ناس قد يفقدون أرواحهم. كل ذلك هو في أعناق من يعيق تنفيذ هذا القرار. لا بد من النظر، ولا بد من حكومة مسؤولة والرئاسي أن يعين من يراقب ويتابع تنفيذ هذا القرار، لأن المال سرعان ما يتسارع إليه المفسدون. هل سبب هذا التأخير هو فساد مالي؟ فينبغي أن يوضع له حد ويعاقب كل من تمتد يده إلى هذا المال. هذا مثل مال الأيتام الآن، مثل مال الأيتام، الناس اللي ديون محتاجون إليه يدافع عن أنفسهم وعن ديارهم وعن أعراضهم وعن أموالهم. لو افترضنا أن أحد يتحايل عليهم تمتد يده إليه فهو كآكل ماء جثيم، يعني يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. وإن كان السبب في ذلك هو عدم يعني إهمال أو تفريط أو شيء من هذا، فينبغي أن يتلافى، والحكومة هي المسؤولة، ولابد أن توضع لجان الرقابة في الصورة وديوان المحاسبة وكل الجهات الرقابية والنيابات وكل من له صلة، لابد أن يوضع في الصورة ويتابع هذا الأمر بحيث لا يتفاقم، لأن هذا ضرره شديد على المسلمين وضرره شديد على أبناء الذين يقتلون في الجبهات وينتظرون الدعم وينتظرون، يعني هناك منهم من يشتكي حتى الوجبات الطعام لا تصل إليه، لا تصل إليه وجبات الطعام ولا يصل إليه قيمتها. يعني كيف يصل حال الناس إلى هذا المستوى؟ يعيشون على التبرعات وعلى الوجبات التي تأتيهم من البيوت، والأموال مرصدة لهم ولا تصل إليهم. هل هذا مقبول؟ هل هذا يمكن يعني يقبله العاقل ويقبله مسلم؟ المسؤولية على ولاة الأمر، من بيده الأمر وأصدر هذا القرار عليه أن يتابعه وأن ينفذه، وإلا يبقى يعني كأنه لم يفعل شيء والمسؤولية تلحقه كما تلحق غيره. الناس اليوم على يعني لجنة الأزمة عليهم أن ينتبهوا إلى أنفسهم، وإذا كان عندهم عائق هم أنفسهم يجب أن يخرجوا ويعلنوا عليه. يقول الذي يعيقنا هو مصرف ليبيا، الذي يعيقنا هو الوزير الفلاني. أما أن يبقى هكذا الناس سكوت والأموال تضيع ولا تصل الحقوق إلى أصحابها، هذا أمر لا يمكن أن يقبل.